هاي الفعاليه ضمن الفعاليات التنشيطيه لمجموعه الربيع للبخارى اللي بدوا كل سنه نسوي معرض. زين ما شاء الله السنه معرضنا يبين انه احسن من العام في عدد الحضور، جوده الطيور الموجوده. ان شاء الله الجميع هني يستمتعون بمعرض ناجح ومثير، والطيور مثل ما تشوفون في احلى حلتهم. هذا الحدث الكل ينتظره بفارق الصبر من دول الخليج، وبالذات لهذه الفصيله، فصيله البخاره. طبعا احنا في البحرين سباقين سنين عن دول الخليجيه في تربيه هذه الفصيله، وعني شخصيا انا صار لي حوالي 40 سنه اربي هذه الفصيله. جاي اشوف المعرض البخاره، هاي من افضل انواع الطيور، وهذا قديم يعني احنا مارسنا الهوايه من القدم. زين وموجود عندنا هذه الانواع ولا زال احنا متمسكين بهم ربيهم. واشكر الاخوان زهير حاجي وسعيد الجبل على هذا اللفت اللي سووها اليوم. في هاي اول معرض اقيم في سنابس، وهاي المره الثانيه من قبل كم سنه، يمكن اخر 20 30 سنه.